أخوكم الدكتور مكي يحيى، أتوجه إلى كل المسلمين والمسلمات بتحية وهنئهم بهذا الشهر العظيم وبالصيام، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم الصلاة والصيام والقيام، ويحشرنا وإياهم في زمرة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فيما يخص الإخوة والأخوات الذين هم مصابين بمرض، أي مرض، مرض السكر، مرض القلب، مرض الغدد، مرض الإبيليبسي، مرض الانسيفيسون سرينال متاع الكلى، اللي يعملوا الدياليز، المرض اللي عنده مرض مزمن، مرض سرطان، هذو لا يصومون، لا يجوز لهم الصيام. ربي يسمح لك باش تفطر كل الشهر، ما تصومش وما تعاودوش في الشتاء أو في شهر نوفمبر ديسمبر، لا، يجوز لك ألا تصوم لأنك عندك مرض مزمن. ماهوش إنسان كان صايم ونضر جاتو الحمى أو ضربوا الريح كما نقولوا احنا زكام أو حكمتو دياري أو جرح، هذا فطر، هذا كيفطر ويردوا من بعد رمضان إن شاء الله يرد النهار تاعو ولا اليوم ولا ثلاث أيام. لكن هذا اللي عنده مرض مزمن ما لازملوش يصوم، بل بالعكس ربي يحاسبه ويعاقبه على الصوم، لأنه راه يضر الجسد تاعو. هذا اللي عنده مرض السكر بالانسولين إذا صام يزيد يخسر البنكرية، اللي عنده الحجر في الكلوي إذا صام يزيد يخسر الكلوي حتى يولي يحوس يزرعوا له الكلوى، اللي عنده مرض القلب قادر يموت بالصيام. الصيام نعرفه بأنه جنة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجنة الصيام بركة، الصيام نعمة، الصيام، لكن ربي يدير الرخص تاعو في القرآن، الله سبحانه وتعالى في الدين الإسلام داير الرخصة على المرأة الحامل، قال الله سبحانه وتعالى ما تصومش، المرأة التي ولدت النافسة ما تصومش، المرأة في الحيض، في الحيض فقط، هو دم عادي ينزل منها في الحيض ما تصومش، لكن المرأة في الحيض ما تصومش، لكن من بعد تردوا. لكن المرأة الحامل والتي تلد هذيك ما تصومش كذلك لأنها ترضع، وتعوضوا من بعد، وعطاك ربي رخصة، مش لازم تعوضي في الشتاء أو في جوان، لا، عندك نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري وين الجو خفيف والنهار قصير وتصوم.